غلط انك تترعش وعينك تزوغ من الخوف قدام كلب زي ده. كده هتبقى بطمعه فيك بزياده وبتحدي في دماغه على الشر والاذيه. هو يعني ما يقدرش على الاذيه من غير ما انا اطمعه؟ لا ما يقدرش، عمره ما هيتجرأ على الخيال اللي في دماغك ده. مش فاهم. ما يقدرش يعني ايه؟ ما يقدرش يبلغ عن البوليس؟ يا ابني هو في حد في الدنيا يبلغ عن نفسه؟ لا اشرح لي فاهم. يا عبد الله رمضان بتاعك ده هو المجرم الاساسي، ده المزور اللي ضرب الشهاده بايده، انت حيالله محرض على الرشوه. ايوه صح صح شوي، ده هو كده اللي يندبع اكتر مني، وخصوصا انك انت بتقول ان هو لسه مخلص عقوبه 7 سنين في تزوير، مش كده؟ صح؟ ايوه. يعني اكيد مش عايز يرجع السجن تاني، صح ولا ايه؟ صح. ايوه ازاي فاتت على دماغي دي؟ عادي عادي يا عبد الله، زي ما فاتت عليك عيشه العمر والصحوبيه واستغفلت صاحبك. والله ما قصدتش، استغفلت دي كبيره، انت ده المبالغه اللي فيك دي مش طبيعيه، مبالغه ايه استغفلت دي؟ يعني ايه؟ عادي يعني نسيت يعني ما خدتش بالك يعني؟ ايوه نسيت، افهم بقى، افهم وحس بيا، نسيت. نسيت ايوه نسيت، اقول لك شاديه مش بنتي، نسيت، لان انا عايز انسى. انت لو نزلت دلوقتي وقلت للناس شاديه مش بنتك هتاكلك بسنانها وتقول عليك مجنون. لانها زيي، صدقنا الكذبه، حبينا نصدق الكذبه. ما بقتش كدبة، بقت حتة مننا بتكبر كل يوم قدامنا. ما بقتش شهادة تزوير يا أخي، افهم بقى. خلاص يا عبد الله أنا آسف، حقك عليا. مش كده يا شوقي يعني، مش كده. أنا مضغوط يا شوقي، أنت عملت التك، حرام عليك. خلاص بقى روق بقى، ما توجعش قلبي. ما تقول حاجة يا شيخ زكريا.